اهلا شمس. كيفك كولونيل؟ منيح، دخلت علي. طولت النومه، نمت متاخره كثير امبارح. تشرب شيء؟ صايمه. ايه مزبوط، رمضان كريم. الله اكرم. ميرسي كولونيل. حلوه من تمك كلمه كولونيل. قولي لي شو الاخبار؟ دلال شو بكي؟ دلال عم تركتي، شو في؟ هيدا انت؟ شو بعد بده الكوماندون تبعه؟ الكوماندون بده يعرف مين عم بيخطط لتهريب السلاح بهالبانسيون ولقتل العسكر الفرنسي. شو هيدا؟ تهمة عم بحاول الكوماندون يلبسنا اياها؟ هيدا بانسيون محترم، بيستقبل الناس من كل الجنسيات والاديان. وفيك تتأكد. بس الأخبار اللي وصلت لنا بتقول إنه خيك عم يجتمع بالسوار هون ويخطط لعمليات كبيرة. أصلاً خيي منه ساكن هون. طبعاً هرب لما عرف إنه الأخبار وصلت للسلطات العليا. عسكر! فتشوا البانسيون زاوية وزاوية بسرعة! شو بعملكم يا رب؟ يضحك الله ينتقم منكم يا رب. شباب حاسين اخبارهم عم تتسرب، صايرين عم بيشكوا ببعض. ان شاء الله خليهم يصفوا بعضهم ببعضهم، هيك بنخلص منهم ونشيل ايدنا من دمهم. هلا عم بفكروا يوقفوا كل شيء. رح يوقفوا عمليه الحدود؟ عم بفكروا يوقفوها. عم بفكروا؟ نحن عسكر شمس، لازم ناكد المعلومات. انتوا عسكر كولونيل، انا لا، هلقد بعرف مش اكتر. Thank you.
شمس 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 تزعلي بسرعة شمس. عم بتصرخ علي وأنا عم جاري بساعدك. أنا عسكري من زمان معود على الأوامر والقوة. علميني الإحساس والرقة والصوت الواطي. أنا عايديكي بحب أرجع طفل صغير. كولونيل شو رح تعملوا بهالشباب؟ رح تخلوني نفذوا مثل ما قلتلي من قبل؟ ليش عم تسألي؟ مشغول بالي عليك؟ ممنوع؟ أحلى سهرة الليلة بالكافيه دوغي. لا ليه؟ دم الشاب بعد ما نشف من قدام القهوة. شمس دنيا بدها تكفي والدم بينشف أسرع مما بتتخيلي أنت. لو الحياة بدها تنتهي عند ما يموت كل شاب كانت الدنيا خلصت من زمان. بس هالشاب بريء ما كان خصه بشي. كله بيشبه بعضه. بس يصير الإنسان جسي هامدي على الرصيف بصير كله بيشبه بعضه. شمس فإذا ليلة السهرة بالكافيه دوغي. ما بتخاف؟ رح أول احتياطات شوي. بس الكولونيلي أول احتياطات دنيا كلها بتخاف. عمر شو في؟ الكومودان صار له شيء؟ عسكر طلعوا لبرا. ما تخلوا حدا يفوتوا خاصة جوزة. عم فتش عم كتيب للكومودان اجلا ما عم لقي. مثل ما انك شايف غيرنا البيت ونقلت لهون. ما بقى عندي شباك فوق الجنينة. عمر ليش هيك وشك معبق ومعصب؟ ماشي الكومودان عم يلاقي طريقة تيخطفك ويخفيك انت وبنتك. كوني حاضرة دايما نجلة انت وصغيرة. وأهم شيء ما تخلي حدا يشتلق لا جوزك ولا خيو القبضاي. شو بك يا نجلة؟ مش مبسوطة بالخبرية؟ ما بقى استرجع انبسطة عمر ولا أوعد حالي ولا حتى أحلم. ما عاد فيي أتحمل خيبات أمل وضربات. بعد ما مات ابني بين ايدي صرت كتير ضعيفة. خليكي قوية نجلة. خليكي قوية ودايما حاضرة. مفهوم؟ شو يا حضرة الضابط؟ لقيت عندي بالبيت متمردين وأسلحة وذخيرة؟ حتى لو ما لقيناهم هلا بوعدك إنه رح نلاقيهم حتى لو كانوا تحت تسع أرض. جاب لك خبر منه ما هيك؟ كل هيدا المداهم اخترعها الضابط حتى جيب لك خبر من الكوماندان. ما هيك نجلة؟ ما هيك نجلة؟ كتير بشع المرة الماضية. كتير. طيب عندي اجتماع مهم مع الضباط. رح خلي العسكري يوصلوكي على البيت. مش رايحة على البيت. ليه؟ لوين رايحة؟ أنا أبغى. رايحة قهوة الحاج عند تيريز مرته سحبت. راح يوصلوك محل ما بدي. مش بس أنت بتخاف علي أنا كمان بخاف عليك كتير.
خير حضرة الضابط. نحن حاليا هون بالبيت ما في شباب خارج الصخرة. طلع فيه، أنا الرجال الوحيد هون. أولك بعدني بنفع للصخرة؟ ما في شباب للصخرة، بس في شباب للقتل والتخريب. نحن ما عنا حدا للقتل والتخريب. بلا عندك، ابنك راشد يا ست. راشد؟ راشد مش هون. بعرف انه مش هون، التقيت فيه عند قهوة الحج الأولى، وكان بالفعل لقاء مؤثر. قصدي مش هون، يعني مش عايش هون، ما عم نشوفه أبدا. والله؟ وين هربان؟ يا حوي حاليا مخبى بشي أبو عم يخطط تيقتل الأبرياء؟ راشد مش مجرم يا حضرة الضابط. اسمعوني منيح، كل شي عم يخطط له راشد والشباب المجرمين والثوار اللي جايين من الشام، كل شي عم يوصل للإيادة العليا، لأنه ما في أكتر من الجواسيس، مش هيك جدو؟ بيعملوا جواسيس وبيقبضوا مصاري، مش أحسن ما يبرموا يشحدوا بالطرقات ويتشرشحوا؟ مين في بالبيت؟ بناتي. وينهم؟ بقواضهم. عسكر، فتشوا البيت كله. روقي حبيبتي، روقي، ما تخافي. عمر، هيدا انت اللي عم اخده وعم نرعبك كل الباسيون؟ ايه هيدا انا. ليش عم تعمل هيك؟ شو فيه؟ شو صار عمر؟ خيك جرحني عملا، خيك هني عم يخطط تيقتلني ويقتل كل رفقات العسكر، وجاي تقتحم بيتي وقوتي وعائلتي لتنتقم من خيي؟ شو خص عائلتي عمر؟ شو جاي تعمل هون انت وعسكرك؟ جاي فتش البانسيون، هذا الشيء اللي كان لازم اعمله من وقت ما عرف الكوماندان انه خيك عم يخطط مع الثوار هون لعمليات كبيره. هيدي المداهمه كان لازم تصير من زمان، بس انا كنت عم بمنع الكوماندان يعملها. الكوماندان منه ناطرك عمر، الكوماندان داهم هالعائله وصادر شرفها من دون ما يطلب اذنك ومن دون جميلتك حتى. شو؟ لقيتوا الثوار عنا ولا بعد؟ ما راح فيك تحس فيي ولا ما راح فيك تحس فيي وتفهميني حتى لو كان معي حق. بيني وبين خيك اكيد راح تختاري خيك، وبين الاحتلال وابن البلد اكيد راح تنقي ابن البلد. منشان هيك بدي اياك تنسى انه بيوم من الايام تعرفتي على شخص اسمه عمر، ولا يوم راح تنص فيني ولا ولا يوم. اشتاق لك. ما بقى رح تشوفني؟ إذا بيوم من الأيام خيك وقف بوجهي حامل باروتو وقرر يقتلني، وأنا دفعت عن حالي وقتلته، أنت رح يضل بدك تشوفيني؟ ما بفتكر. تعالي انت هون؟ ايه مخيل نايم، قلبش بزبط لك البيت شوي. طيب تعالي قعدي مع عوزك. شو في؟ قعدي. خير؟ حابب نتجوز انا وياك لحالنا. بروح عند الشيخ، بعدين بروح على الكنيسه. لحالنا يعني بلا اهلنا واصحابنا؟ بعدين بنعمل سهره على المينا. وبنعزم اهلنا واصحابنا على المينا؟ ايه، على شط البحر. منحط طاولات وكراسي، وصدقيني منعمل سهرة روعة، منرقص ومنغني، رح خلي كل الناس يحكوا عن سهرتك المميزة هن وراجعين على بيوتهم، شو رأيك؟ مهضومة هالفكرة؟ ما عندي شك، أنت رجال مميز، فكل شي بتعمل بكون مميز مثلك. شو يعني؟ قبلتي؟ معقول قول لأ لهيك ابتسامة حلوة؟ حبيبتي. Thank you.
ويعني؟ يعني هن عرفوا انه الخبريه وصلت لكم، عرفوا انه صار معكم خبر من الجواسيس وانه صرتوا واعيين وما رح تنفذوا العمليه الكبيره على الحدود. كرمال هيك العمليه خلص شلوها من راسهم، ناطرين الاخبار عن مخططاتكم الثانيه. يعني الاستنفار اللي كان على النقاط الحدوديه اللي لازم يخترقوها الشباب وقف؟ هيك قال لي الكولونيل، قال لي اما النقطه عنا اليوم هي اللي كانوا عم يخططوا لها. حلو، يعني اسهل نقطه عنا اياها اليوم هي النقطه اللي كنا مخططين لها. شو بتقصد؟ منكمل مخططنا كأن ما معهم خبر. فكرة رائعة. امتى الاجتماع مع الشباب؟ بعد شوي قبل الافطار. كولونيل طلب مني سهرة الليلة بالكافي دوري. شو؟ قال له عين يدعسون هيك المجرم؟ قال له عينتين. وانت رح تروحي؟ ما فيها تقول له لا. بدك ترقصي مطرح ما بيت حسون؟ بدك ترقصي للكولونيل فوق دميته لحسون؟ راشد شو بيك؟ أي متى بدك تبطل تتصرف مثل الولاد؟ بس تصدقيني تقتنعي معي إني مغروم فيكي على الآخر. بعرفك من محل البوزة، أنا زبون المحل. بس أنا ما بعرفك. زبونات كتار والبيعة وحدة. معك حق. طمنيني عن بدرية، كيف صارت؟ وينها هلأ؟ بعدها على حالها، يحيي عنا بالبيت. هي طلبت مني أجي أتشكرك نيابة عنا لأنك سألت عنا بمحنتها. تعزمك لعنا على الإفطار، عاملين ميدة الرحمن. عراسي هلا على المدفع بكون عندكم. ما بدك دلك على العنوان؟ بعرفه. كمان بتعرفه؟ قصدي كأني سمعت مرة بدرية عم بتدل حدا على بيت اختها. على كل حال ذكريني بالعنوان، بركي طلعت غلطان. أنا خايف من شمس. حاسس إنها جاسوسي للثوار. حطيت لها مراقبين وعم سرب لها اخبار انه نحن عرفنا بالمخطط وهي حتروح تقله والثوار رح بيصدقوا ورح يقوموا بالهجوم على اساس انه نحن نايمين. بالظاهر نحن نايمين بس بالحقيقه نحن حنكون ناطرين على احر من الجمر. بنخترقهم هن نايمين، هن مرتاحين ومطمنين. ومين قال لك انه هن نايمين ومرتاحين؟ مصادر موثوقة ومقربة من الكولونيل بيكو. ما تكون هالمصادر مرة. هالمصادر مرة بس مناضلة مثلنا وأكتر. هدول الضباط الكبار ما بقى يمر عليهم هالمواضيع، خلاص ما بقى يحطوا ثقتهم بحدا. شمس مبلا بحطوا ثقتهم هالقد حلوة؟ حلوة وذكية. يعني انت برايك نكمل بالهجوم كانه ما صار شيء؟ اكيد بنكمل بالهجوم كانه ما صار شيء، لانه بس تنفضح العمليه بتنلغى. هذا شيء طبيعي، نحن رح نعمل شيء مش طبيعي، رح نبغتهم ونهجم وننجح. ممكن فيها وجهه نظر. ليك رشيد، بدي اياك تخبرني بالتفاصيل الممله، شو قال الكولونيل لهالمره الحلوه اللي اخذت لك عقلك؟ انا ما حدا بيخلي عقلي حميد. قول مرحبا حج. شو وافقوا على رأيي؟ أنا رح تتم العملية الساعة 5 الفجر مثل ما كنا مخططين لها. أي فجر؟ هيدا الفجر.
الله أكبر. ما تعذب حالك كرمالي. ولو عم نعزم الغرب على الفطار. وين حلو؟ عم تاكل برا. مبسوطة بالناس. ما بدي هي كمان تصير حبيسي. كيف لقيت الأكل اللبناني؟ صراحة أكلي جميل جداً، عمري ما أكلت الأكل ده خالص. فطرت؟ أنا مضايق علا، مضايق كتير. لا عم بقدر آكل، لا عم بعرف صلي، ولا عم بقدر أعيش. شو جاي تعمل هون؟ ما قدرت ما اجي اشوفك. مش زعلانة مني؟ بعدنا زعلانة منك. بعدين نحكي بهالموضوع. أنا هلا لازم أروح لعند الكوموندان. عندي حراسة كل الليل. وأيمتى رح نرجع نحكي؟ بكرة الظهر. باخذ مأذونية كم ساعة وبجي بشوفك. نظرتك. الست سبسمية. بس ما حدا يفل. السهرة في اخبار عن عنتر بن شداد وحبيبته عبلة من لسان احمد مصر. يا اهلا وسهلا فيكم.
بيي شو قولك راشد عم يفطر؟ راشد عم يفطر بقهوة الحج الأولى. هونيك الإفطار أطيب، ما تعتلي همه. شو بيك زعلان يا بابا؟ قهوة مليانة، كتر خير الله. خيف عليك مع رفقاتي. ما تخاف. نخلص العملية على سلامة، ما بتلاقينا إلا عندك بكرة على الإفطار، إذا الله رب. يا رب. أهلا وسهلا. أهلا فيكي، رمضان كريم. الله أكرم، اتفضل مالحنا. إذا بتقبلي مني هالفخارات هدية، أنا في خوري اسمي نعيم. يسلموا هالديات، تفضل. يا دلال، خدي أمي هول عنا. تعزمين على الافطار وما بجي. خايف. ما تخاف، ما حدا من اهلي بيعرفك. بلا خيي بهاء بيعرفني. بهاء مش جاي، لو ماني مطمنه ما كنت قلت لك تجي لهون. انبسطت كثير اني شفتك، اشتقت لك. ليالك انت قادر تشوفني، انا مشتاق لك مش قادر اشوفك. تفضل. ربنا يخليك يا ست، ربنا يحرمنا منك. بحبك. بحبك نعيم، بحبك كثير. حاسس انه هالعمليه رح تكون كثير هينه، رح تقطع على خير وعلى سلامه. يا رب. أمال انتبهي، ما تطولي بالسهرة عند الكولونيل وعند الضباط، لأن إذا وصل لهم خبر واشتلعوا على شيء ممكن ينتقموا ويجن جنونهم. أنا اللي رح يجن جنوني لكن رجعتوا. خايفة علينا؟ كتير. وعدني إنك راجع بالسلامة. وعديني إنك ناطرتيني وإنك رح تصلي لي تأرجع بالسلامة. برجع بالسلامة. ناطرتك. رح صلي لك وخاف عليك. أنا رح أرجع بالسلامة. شو بعمل فيك؟ عم بتتعبني. حبيني. بترتاحي. بحبك أمال. الله معك. صحتين. اهلا تقرني. افطار مقبول حبيبي. صحتين. صحتين. كيفو بيك؟ اهلا بها. انا عميلي. وصلت فيك الوياحة تيجي على بيت بيي. تفاجأت فيي اختي مش هيك؟ انا كنت مارق من هون وشفت الجماعة عم يفطر. نعيم اخي، ما بنسلك اذا بعد بتيجي صوب اختي
أو بتجي على البيت رح تكون ممنون، مفهوم؟ بدري رح تطلق ورح تصير مرتي. روح من وجهي نعيم أحسن لك. إذا أنت بتقبلي تتجوزي مجرم، أنا ما بقبل صاحب واحد مجرم، مفهوم؟ أنا ماني مجرم. نعيم، روح من وجهي أحسن ما يطلع إخوات عليك. طيب، رح روح هلأ، بس بأكد لك إني رح كون صهرك وقريبا جدا. روح من وجهي نعيم، روح! شو جيبوا هيدا لهون؟ انت مش خيي. انت مش اختي بدري. انت مش اختي. الف سلام عليك. الف سلام عليك وحسك يا ستي بدري. مرحبا شباب. اهلا. عنتر ابن شداد بده سمع وبده تركيز. كل سمع ابو المسك. عنتر ابن مين؟ ابن شداد. ابن شداد عافيكم. كيف كان الافطار برا؟ بجنن مثل كل سنه. ما استفقتوا لي هالسنة بالأفطار؟ استفد لك بكل شيء. استفد لك بكل حياتي. لما بيطلع عبالك تخبرني شو اللي مقساك على أختك يلي طول عمرك حطتها على راسك من فوق، أنا حاضر. فقال عمتر لأمي عبلة: أوعديني بالزواج منها وأني أرد الخيل ونزل بالرجال الويل. قالت له أم عبلة: اذهب فقاتل يا عنترة، إنها لك إن كانت عبلة من نصيبك. أيوة. هلا أم لعبلة كانت عم تكذب عليه وهو قلبه طيب صدقها. فالتفت إلى أخيه شيبوب بعد أن اعتلى صهوة جواده وقال صائحا: احمي ظهري من النبال وأنا سأدخل بين الرجال. ووصل عنترة إلى طليعة الفرسان، ركل أول فارس برجله فرماه هو وفرسه على الأرض، وطعن آخر بالرمح فوقع مجندلا، وشك ثالثا فأرداه قتيلا. أيوة. وكان شيبوب قد ريش نباله فأسقط اثنين منهم. فلما رأى القوم ما فعل عنتر وشيبوب في مثل رمح البصر هالهم الأمر وصعقهم، وصار كل واحد منهم يتقدم شبرا ويتأخر مترا. فيما كان عنتر يستل سيفه من غمده وينزل على خصومه كالبرق الوامض. فما هي إلا دقائق حتى ذهب القوم شزر مزر وسقطوا ما بين قتيل وجريح.
رجع عنتر منتصرا جارا وراءه أشلاء الجثث المكدسة. فركض الجميع لاستقباله وعلى رأسهم مين؟ عبلة. أيوة عبلة. عبلة ركضت إلى عنترة حبيب قلبها لتهنئه وتقول له: عافيك يا حبيب القلب. إنما عنترة كان يريد أن يقابل امرأة عمه لكي يقدم لها انتصاره ويستحق يد عبلة حشيشة القلب. حين وصل عنترة إلى أمام زوجة عمه ركع أمامها وقال لها: شوفي يا امرأة عمي، أنا وفيت بوعدي، صار هلأ أنت لازم توفي بوعدي. شو راح يكون رد مرات عمه لعنترة؟ شو؟ بنعرفها بكره يا شباب. لا 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 يا شماعة يا شماعة، روق روق، طولوا بالكم، خلوا شيء تشويق لبكره ولو يستمتم ابو المسك. يعطيك العافية. رجع خبرنا عمر شو قالت لك. صدقني يا كوموندون، ما قالت لي اكثر من اللي خبرتك اياه، انها خايفه تنبسط لانه ما بقى فيها تتعرض لخيبات. كانك ما لك جلدتي. بالعكس كوموندون، احترامي لك كوموندون. اقعد عمر اقعد. حاسس بعيونك في كثير حكي. خبرني عن الإفطار، شو صار عمر؟ اليوم شفت بعيني اللي صار لي زمان بسمع عنه بديني. اليوم شفت يلي صار لهم بي وأمي من أنا وصغير بيخبروني عنه، مائدة الرحمن. شفت الاحتفالات على الطريق، دقت الكلاج وشربت الدبس، هذا اللي بيقولوا إنه عمتي كانت شاطرة فيه. سمعت الحكواتي عم بخبر اخبار عن طرب شداد. كوموندون اليوم شفت يلي طول عمري بحلم شوفه. بعد في عمتك عمر. عمتي؟ ايه، بعد في عمتك مشتاق لها وما شفتها. عمتي بعكار؟ بدك تشوفها؟ تسمح لي كوموندون؟ بسمح لك. علا وجدة رح يطلعوا عكار، بتسمح لي اطلع معهم؟ بصفتك العسكرية لا. بصفتي أخرس وأطرش وواحد واقف على الطريق ناطر حيلا عربية تاخده على الضيعة. ليش الختيار ما بيعرفك؟ لا الختيار نص غرفان، أصلاً يمكن إذا شاف حاله على المراية ما بيعرف حاله. طيب بس يقرروا يطلعوا اللي تعطيك مأذونية. مرسي كوموندون. شو بك عمر؟ بدك تسألني ليش ما هيك؟ نعم كوموندو، ليش أنا؟ أنت بتعرف ليش عمر؟ في أشياء بتجمعنا تلغي بيناتنا الرتبة العسكرية. بس كوموندو أنا وقت بسأل حالي. ما تسأل حالك شي عمر، أنا من دونك ما كان فيي يشوف المرة اللي بحبها، وإذا بدي أنا بمنعك تشوف أنت البنت اللي بتحبها.
أنا بعرف إنك علاق بعلا يا عمر، مبين على وجهك. نحن بالحب زملاء يا صديقي. صحيح بالعسكر أنا كوماندون أنت ضابط، بس بالحب نحن كيت، ما هيك؟ بتشوف حيلا طريقة لتوصل بكرة لعند نجلة وبتقلها إنه الأحد الجاي بدنا نخطفها من بيتها. نخطفها؟ مثل ما قلت لك. كيف بدنا نخطفها كوموندان؟ التفاصيل بتعرفها بعدين. اهلا وسهلا من كولونيل. كيفك ابو سامي؟ والله العظيم اللي صار ما كان معي خبر. ما بدي احكي بالموضوع ابو سامي. هذا من كولونيل. وينو؟ قرب لهون. شو في؟ كولونيل، البنت اللي اسمها شمس شفتها أنا شمس عم تحكي مع راشد على الطريق وكان عم يعطيها رسالة. Thank you.